مرجو منه. منتخب الرد الدولي الهندي بانيراجي تنطلق إذن ركلة البداية بالتوفيق. نقول بسم الله لمنتخب الكويت أزرق كرة القدم في هذه المرحلة من الساد. جابر الأحمد يبل الكويت سجل هدف وحيد. يوسف ناصر في مباراة الأولى أمام إندونيسيا كرة ملعوبة فواز العتيبي والمحاولة لكن تبعد إلى خارج الملعب كورنر. لاعبين منتخب الكويت في ملعب المباراة بشكل كامل في منطقة الدفاع للمنتخب النيبالي. كرة اللعب علي خرب يلعبها تنحط الرأس لكن الراية موجود. راية موجودة فادي حمود يوسوكي في اللقطة الأخيرة. المدرب الكويتي اللي بيقول تبع مازال يعني إرسال كرات بالعمق الهجومي لمنتخب الكويت. وهذه اللعبة الآن من اليسار سوالي على المرمى بيحاول لعبها لكن بتمر يبالي المنتخب الأردني. كورنر ملعوبة لصالح منتخب الكويت والمحاولة حق بالرأس لكن تبعد تمام إلى خارج الملعب. بكاش المحاولة موجودة ناحية اليمين أحمد الظفيري يلعب عرضية تنحط على الطاير لكن يصدها يوسف ناصر يحط الكرة على الطاير باستقبال ميثاني لكن ديب كاركي صد ركلة جزاء من المنتخب الأردني. حلوة اللعبة الكرات الثابتة ظفيري بيلعبها لكن تغطية دفاعية تبعد الفرصة. منتخب الأردني يوم الثلاثاء إن شاء الله هي الأهم أيضا. تلعب بتمر عطا الله مثالية الحقيقة في المتابعة لكن ديب كاركي حارس مرمى ما تأخر فيها ولعبها بالزاوية البعيدة زاوية صعبة لكن كاركي كان صاحي حارس مرمى منتخب نيبال. كرة اللعب حاولة موجودة لمنتخب الكويت عبد الرئيس الله الله حتى هالمرة حتى 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 في هالمرة حتى ما ضيعها هالمرة لكن حتى براسه الأولى حتى شوتها بالريد صادها كاكي لكن بالثانية ما ضيعها براسه فادي حمود. جول جول لصالح منتخب الكويت جول لصالح منتخب الكويت. شوف العادة شوف العادة علي خلف لعبها فادي حمود حطها الأولى ضاعت أو صدى حارس المرمى لكن الثانية ما تضيع. الكويتي لكرة القدم عبد الله الشاهين وحضوره للمتابعة للعارض الصحي اللي تعرض له عبد الله الشلاحي اللي اعتقد الآن يذهب للنقل الطبي خارج أرضية الملعب. نتمنى له السلامة. برافو أيضا من المسؤولين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم لمتابعة الأحداث لكل من هو متواجد في أرضية الملعب وللسلامة والمتابعة. ونقولها ونكررها من الجميع باسم كل من يتابع هذا اللقاء بالسلامة عبد الله الشلاحي نتمنى لك السلامة نتمنى لك الصحة إن شاء الله وتعود لتكمل الدفاعية لصالح المنتخب النيبالي. لذلك تستمر في الشوط الثاني الرؤية التزام تكتيكي في عامل كشف التسلل بالنسبة للمنتخب النيبالي. كرة ملعوبة لصالح منتخب الكويت أحمد الظفيري سريعة أقرب بيت حارس المرمى كاركي كاركي الظفيري عربي يلعب كرة جهة اليسار ماخذ بكان أيضا بدون مراقبة. عيسى وليد بيلعبها في الأمام إلى بدر مطوع حلوة لصالح منتخب الكويت ممكن أن يكون فيها خطورة تلعب عرضية لكن بشيلها دفاع المنتخب النيبالي. بكاش ترجع مرة ثانية مع منتخب الكويت فادي حمود إلى أحمد الظفيري الظفيري لكن مقطوع الكرة مريش يحاول يتقدم مريش لكن راشد الدوسري الكرة بيكمل فيها أفضل في الاستمرار. كرة خطرة الآن إلى دخان خطرة هذه ممكن تكون خطرة خطرة بعدي خطرة بعدي الله خطرة الحقيقة حطها 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 سرعة خطرة وينج من وينج الحقيقة هيا ل
اللي نفسه. شوف شوف المتابعة وشوف استقبل وحضر عدى وحطه بيسارة، لكن العرضة منعت فرصة هدف لصالح المنتخب النيبالي. حضور خطورة، تتغير الأمور في دقائق. دخلها بدر مطوع بشوت، لكن تضرب الحيطة البشرية. بدر مطوع تابعها، لكن أيضا تضرب والمتابعة مقطوعة لصالح المنتخب الاندونيسي. بيمر بشكل سريع دارشان جورينج، بيلعب كرة سريعة ناحية اليسار، لكن كرة ما فيها أي شيء. أيوش بيحاول يكمل من جهة اليسار، لكن الأفضلية مع تغطية راشد الدوسري. كرة مع منتخب النيبال، المحاولة الآن جهة اليسار، لكن جورينج بيحاول يتابع كرة لكن مقطوعة لصالح منتخب الكويت. أحمد الظهيري بيلعب كرة ناحية اليمين إلى بدر مطوع، بيكمل فيها ناحية اليسار. يوسف ناصر ماخذ مكان بالانطلاقة، ممكن يعطي الجول، لكن بتعدي إلى خارج الملعب. عد المدافع اللي يتابع تحرك سريع. شوف يوسف ناصر أخذ مكان وغراءة سليمة بدون حالة تسلل، حاول يتقدم بشكل سريع بيحط الكرة، لكن أخذ بالنيبال مانيش في جهة اليسار. المحاولة بوجان بيلعب كرة طويلة ناحية اليمين، في المتابعة سورانج ناحية اليمين، هي كرة بتمر داخل منطقة الجزاء. المحاولة نوانج، لكن بتمر بتعدي، ترجع مرة ثانية ناحية اليمين والقراءة السليمة، وهذه كرة عرضية بتعدي بتمر بيشيلها فهد الأجري. أحمد الظفيري بيلعبها ناحية اليمين إلى بدر مطوع، بدر مطوع بيحاول يلعب كرة إلى أحمد الظفيري، الظفيري كرة معاه مرة ثانية بيرجعها بدر مطوع، بدر مطوع بيحاول يتقدم، بدر مطوع بيحاول يمر بيلعب كرة عرضية تلعب الجول. جول لصالح منتخب الكويت. برافو 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 برافو، علوة الأمام لتكون الآن في هجمة سريعة، هجمة طبقت بشكل سليم بشكل سريع ناحية اليمين إلى بدر مطوع اللي أخذ مكان وسحب المدافعين ليكشف إذن الأمور الدفاعية بخلق فرصة لتقدم يوسف ناصر بأريحية، بيتابع كرة في مرمى المنتخب النيبالي بامتياز. هدف ثالث لصالح منتخب الكويت عن طريق اللاعب يوسف ناصر، هدف ثاني شخصي في المباراة وهدف ثالث لصالح منتخب الكويت. سومان إلى بوجان، سومان مرة ثانية، آيوش ماخذ مكان واحد من أخطر اللاعبين، تنقل الكرة إلى مانيش جاءت اليسار. المحاولة الآن لصالح المنتخب النيبالي، المنتخب النيبالي بيحاول بجهز نفسه لهجمة سريعة، لكن الآن مقطوعة الكرة لصالح منتخب الكويت. بدر مطوع الاستعانة في الأمور الآن، الهجمة سريعة حلوة، المرور بدر مطوع بمر ما بين الاثنين، بيلعب كرة ما بين الاثنين، يوسف ناصر بيحاول يلعبها حلوة حلوة، عطر الجول. حلوة حلوة وحلوة حلوة الاثنيني، وحلوة انك تحطها بالجول بالجول بالجول، جول لصالح منتخب الكويت. برافو برافو يوسف ناصر بإتاحة الفرصة بتسجيل هدف رابع لصالح منتخب الكويت. مبارك لفنيني، مبارك لفنيني في الدقيقة 72 من أحداث المباراة. إذن يسجل حضوره، يسجل الالتزام لصالح منتخب الكويت بنجاح برابع الأهداف لصالح منتخب الكويت، فرض السيطرة والأمور الخاصة للوصول الآمن في النتيجة والأداء. برافو الحقيقة الاستغلال، لكن هي مرحلة الاستفادة من هذه المباراة من أحداث الشوط الثاني والمباراة. احنا في دقيقة 73 والهدف في دقيقة 72، كرة مقطوعة لصالح منتخب الكويت، مطوي يحاول لكن سريعة سريعة سريعة، الاستقبال كان غير مثالي، كرة طالت وكامن لتسجيل مبارك الفنيني لهدف المباراة الرابع. برافو القراءة الفنية بامتياز بالتعاون اللي كان موجود في اللقطة الأخيرة لهدف منتخب الكويت الرابع. أربعة منتخب الكويت، لا شيء المنتخب النيبال. كرة ملعوبة ناحية اليسار، المحاولة اللي مانيش بيلعب عرضية بتمر خطرة، لكن تضرب التغطية كانت من حمد الحربي، المتابع كرة معه يوسف ناصر بحاول لعبه، لكن في فاول وفي خطأ، فاول وخطأ ملعوبة على طول، توصل الكرة مع عيد الرشيدي، كرة مع عيد الرشيدي بيلعبها له بدر مطوع، حلوة حلوة الله حلوة والأحلى لوكا وليد، تلعب ناحية اليسار بارك الفنيني، بيمور بيتقدم بارك الفنيني،
بيسجل الآن الخطورة عرضية، لكن بيشيل الدفاع، ترجع مرة ثانية لصالح منتخب الكويت. طلال الفاضل بيلعبها ناحية اليمين، أفضلية الآن في نقل الكرة البسيطة، توصل بالجول. الله فهد الأجري، كرة مع منتخب الكويت. عيد الرشيدي حلوة بهي الكرة، حلوة عيد الرشيدي، بيتقدم مع الثاني، بيحاول الآن بيمر بجهة اليمين، هجمة لصالح منتخب الكويت، حلوة تنعاد، والمحاولة كرة عرضية حطها بدر مطوع، لكن يرجع مرة ثانية التحضير، ممكن يشوت لكن يشيل دفاع المنتخب النيبالي، ترجع مرة ثانية كرة خطرة عيد الرشيدي، لكن أيضا بيشيل دفاع المنتخب النيبالي. المحاولة الآن إلى مرحلة الأفضل في النتيجة، 4 أهداف مقابل لا شيء. طلال فاضل بيلعب كرة ناحية اليسار، توصل إلى مبارك الفنيني بيلعبها، يكمل فيها إلى بدر مطوع، كرة معاه لصالح منتخب الكويت، بدر مطوع بيحاول يتقدم، بيمر بدر مطوع بيلعب عرضية، يعطي الله يا سلمان العوضي، هذه اللعبات حلوة لو مكملها ومسجلها، حلوة سلمان العوضي بمتابعة للكرة لبدر مطوع، شوف ارتقاء جميل. فاول تلعب على المرمى، خطرة بتعدي بجانب مرمى متبدل ضايع، إذن بارك الفناني بمر بشوت خطرة، لكن بيد حارس المرمى كاركي دير منطقة الجزاء للمنتخب النيبالي، لكن غراء كانت هي الأفضل لديب كاركي حارس مرمى منتخب النيبال. كرة اللعب مقطوعة، منتخب النيبال رجوع سريع لكن الاستمرار في الاستحواذ لصالح المنتخب النيبالي. برنس جورج المحاولة على المرمى خطرة، لكن سهلة بيد حارس المرمى خالد، مقطوعة بالنص، أفضلية في الاستمرار، إتاحة الفرصة الدرشان، الآن بيلعب كرة إلى سانتوس، خطرة منتخب النيبالي بيحاول يعطيها، لكن تضرب والمتابعة، وهدف أول لصالح المنتخب النيبالي، تابعها على مرتين، برافو المتابعة دارشان غورانغ تقليل، راح يلعب مع المنتخب الأندونيسي في الساعة 10 إن شاء الله، راح نتابعها ونشاهدها عبر القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت. إذا مشاهدينا خلكم معانا، راح نذهب إلى الاستوديو التحليلي مع الزميل عبدالله الأنصاري، ونذكر بالسلامة نقولها لي عبدالله الشلاحي مدرب المنتخب النيبالي والعارض الصحي إن شاء الله، بيعود بالسلامة ليتابع مشواره مع المنتخب الوحيد للمنتخب النيبالي.